وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة السيد صباح الدوسري عضو مجلس الشورى أن مجلس الشورى يتابع باهتمام قضية الصيادين البحرينيين وتعسف السلطات القطرية ضدهم، مثمنا الدور الذي نهضت به الحكومة الموقرة بتوجيهات ملكية سامية لمتابعة أوضاع الصيادين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء الممارسات القطرية. كما لا يخفى عليكم بأن مجلس الشورى يعني كيان في منظومة الحكومة وهو يتابع باستمرار ما هو على الساحة، وكذلك يتابعون يعني الرسالة التي وجهت من سعادة وزير الخارجية البحرينية اللي دعا فيها السلطات القطرية للتوافق الخليجي ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين لما يضمن علاقات أخوية قوية سليمة وإيجابية بين البلدين الشقيقين. كنا أمانة نتمنى من السلطات القطرية الموافقة على إرسال وفد قطري لبدء المحادثات الثنائية بين المسؤولين في كلا البلدين لحل جميع القضايا العالقة، تفعيلا لما نص عليه البيان الصادر من الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون قمة السلطان قابوس والشيخ صباح طيب الله ثراهم، والتي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية بدعوة كريمة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وبرأس صاحب السمو الملكي ولي عهده حفظه الله المولى عز وجل. إن مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه دولة قانون ومؤسسات وتقاليد عريقة تؤمن بالتكامل الخليجي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين وأبناء مجلس التعاون كافة دون استثناء. ويأتي انطلاقا من الحس الإنساني والأبوي لجلالته سدد الله على دروب الخير وخطاه.